الحقيقه النظام الحالي عجز عن اداره هذه الدوله، وتجلى فشله الكبير وتحويل مصر الى دوله عاجزه قرارها ليس بيدها في مؤتمر نصرة سوريا الذي سمي بهذا الاسم، عندما اعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، واعلن البعض ايضا ان عار على مصر ان تحتضن السفارة السورية، وكأنه شرف لمصر ان تحتضن السفارة الإسرائيلية، تحول شعار شهداء بالملايين على القدس رايحين الذي كان يرددهُ بعض اعضاء هذا التيار الى شهداء بالملايين على سوريا رايحين. سوريا التي كانت في يوم من الايام القطب الشمالي وكنا نحن القطر الجنوبي في الجمهورية العربية المتحدة، اليوم نسعى لتقسيم سوريا وتقسيم واضعاف جيشها. المنطقة العربية كان بها ثلاث جيوش، العراق وسوريا وعلى رأسهم الجيش المصري. سقطت العراق وسقط جيشها وتفتتت العراق، وسوريا في سبيلها إلى السقوط بأيدي مصر للأسف الشديد. تحولت الحرب أو الصراع العربي الإسرائيلي إلى صراع سني شيعي، وكأننا بأيدينا ننفذ مخططات جاهزة من سنوات طويلة، مخططات أمريكية صهيونية. الحقيقة هذا النظام أثبت عدم قدرته على إدارة مؤسسات الدولة، وآن الأوان أن نصحح ما ارتكبناه من خطأ يوم انتخبنا هذا النظام أو جماعة الإخوان المسلمين رئيسا من ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين. قراره ليس بيده، ولكن قراره يملى عليه من جماعة، ونحن انتخبنا رئيسا لمصر ولم ننتخب حاكما لجماعة، ولم ننتخب أفرادا من جماعة الإخوان المسلمين لتسيطر على القرار السياسي والقرار الاقتصادي والقرار الاجتماعي وعلى السياسة الخارجية التي بدأت تتخبط تخبطا شديدا واضحا. لدينا إن شاء الله يوم 30/6 هو يوم فاصل في تاريخ هذه الأمة، وأنتم في مقدمة الصفوف، وأنتم أصحاب الفكر والرأي وأصحاب التأثير الكبير في معظم قطاعات هذا الوطن. 30/6 بإذن الله وعونه سيكون يوما فاصلا في تاريخ مصر، وستشهد مصر تغييرا كبيرا يعيدها مرة أخرى إلى صدارة المنطقة العربية وإلى الريادة التي نفقدها يوما بعد يوم. أملنا كبير في شباب مصر، أملنا كبير في شعب مصر، أملنا كبير في مثقفي ومبدعي مصر، وأنا على يقين أن الله لن يضيع هذا البلد أبدا. فهذا البلد شهد لأهله الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم خير أجناد الأرض، فنحن بالفعل خير أجناد الأرض، وسنظل شعب مصر في رباط إلى يوم الدين حتى تتحرر المنطقة، وحتى تتحرر الإرادة المصرية، وحتى تستقل الإرادة المصرية، ونكون عند حسن ظن شباب ثورة 25 يناير الذي صنع ثورة أذهلت العالم، وتضيع منا الثورة الآن وتفقد مصر ريادتها في ظل هذه الثورة العظيمة. بأحيي اعتصامكم، بأحيي مقاومتكم، بأحيي ثباتكم، بأحيي النموذج الذي قدمتموه لكل فئات المجتمع، والذي من الصعب بعد الآن أن يعتدى على أي فئة أو جماعة من هذا المجتمع دون أن تقاوم. وبأؤكد مرة أخرى أننا معكم ووراءكم في كل خطوة، وندعو الله أن يوفقنا إن شاء الله في يوم 30/6. شكرا للدكتور السيد بدوي.